صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق والإماراتي وحيد متولي يوسف ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفي منصور إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح وتمكين الغير من منافع عملية والإضرار العمدي بالأموال العامة. كما أمر بإحالة الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز في قضية أخرى لمحكمة الجنايات بذات التهم. وتعود وقائع القضية المتهم فيها المغربي إلى تلقي النيابة العامة عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3 فبراير لهذا العام أسفرت تحقيقاتها عن قيام المتهم بصفته وزيرا للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فدانا مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار، وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص. ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة الذي سبق هذا التعاقد إلى شركة أخرى استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير والتي يساهم فيها الوزير المتهم، ما حقق له وللشركة المشترية ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد عن 272 مليون جنيه. يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة أخبار اليوم ثمنا لها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقي المتهمين قد اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة بأن قام محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا ببيع هذه الأرض إلى شركة أنشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز، وأبرم المتهم الإماراتي وحيد متولي يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ على شركته، بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدما بعرض صوري يؤدي إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية. وفيما يتعلق بالقضية المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل وأحمد عبد العزيز عز، فتعود وقائعها إلى تلقي النيابة العامة بتاريخ 7 فبراير لعام 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام رشيد وعسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبلت بالمجان لشركة المملوكة للمتهم أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه. أشار المتحدث الرسمي أن النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يساهمون فيها، حرصا على استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظا على حقوق العاملين والمساهمين فيها. هذا وقد طلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان، وأن هناك وقائع أخرى وردت بها بلاغات بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة للمتهمين وغيرهم من المسؤولين لا زالت تجرى التحقيقات بشأنها، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.